يعني يا عمي كنا اكلناها اسكتوا، قال جينا عم نطلع على الكاسات اذا بدنا نحط شلون اذا بدنا نحط كاسه. قلت له خلينا نخاطر، اذا ما نزلت كاسه من قلبها بنكون اكلناها. خليني اشوف انا شو بدي اطلب هون. شو عمي؟ اسبريسو. انا اسبريسو. ايه اوكي اسبريسو. طيب اوكي، شايفينها طلعت الكاسه؟ شفتوها؟ قسما بالله لو ما نزلت كاسه كنا تبادل تنزل على الارض. روح والله هي طيبة، والله طيبة يا عمي. عمي شو طلبت انت؟ كافي لايت؟ لايت هاي القهوة بحليب، بحب يتغزى عمي. بس والله هي كتير طيبة، لازم نجيب لنا شي وحدة منها على بيتنا نوش. لا ايه لا عادي جيبي حبيبتي، هيك موضوع عادي. ايه جيبي صح، مش احسن ما تجيبي غير شي. هاي بالماكينة هاي بالبيت كتير بتريح، لازم نجيب لنا شي وحدة. احلى شيء انه ريتشو مو مفتوح عنده حسابي السناب شات، فمو هو كمان عم يسوي لكم شغله بس عم يكون برا البيت وهيك. قال يعني بس انت بدك تاخذيهم برا البيت وانا باخذهم برا البيت، فما في داعي يسالوا على الواتساب انه حبيبي شو عم تعمل او شو صار معك. عادي هو بيعرف شو عم بعمل انا بالبيت من السناب شات، وانا بعرف شو عم يعمل برا البيت بسبب السناب شات لانه هو عم يسوي بحسابي. ما في احلى من هيك. حبيبتي يا ننوش اشتهيتك معنا، عم ناكل مناقيش لبنانية. شوفي طلع شكلهم، تعرفي ماني قدران اكل، طلع باكل ما ماني قدران اكل بدونك. صدقيني يا ننوش ماني قدران اكل بدونك. لك ليش هيك اصبعتي كل شوي عم تجي على الكاميرا؟ شوفي ما عم بحسن اكل بلاكي يا ننوش. ابحط هيك كل تنتين مع بعضهم، هن قاصينهم بس ليش؟ ابحط كل تنتين مع بعضهم مشان انسى همي. عمي صدقني بالزور عم تنبرع معي اللقمة بلا بنتك. صحتي ما عم بحسن اكل، بدي مرتي تاكل معي. خلصت تنتين، هاي وحدة وهاي الثانية وهاي الثالثة. صحتي. انا على فكرة ما تفكرين انه عم باكل انا من شر، انا عم باكل كتير لاني مزعوج لانه مالك معي. في فرق، في ناس بتاكل على قهر، انا اذا بزعل او هيك بنقهر باكل اكثر يا روحي. شوفي شقد بحبك انا، طالع ركزي فيني شقد بحبك انا. انا ما بعرف هدول الرجال. ها شوفي حتى عمي ما كمل، حط لي تبعاته. هدول الرجال بياكلوا وبيتهنوا بالاكل بدون نسوانهم، شلون هيك؟ ما بعرف شلون بتتهنوا بدون طريق. برج خليفة قدامي ما بستن اطلع عليه لانه مالك معكم، بس تاكلوا لحالكم. انا هلا عم باكل بس ماني متهني. حطوا ثلاثة مع بعضهم. بس شفتكم بالحكي، رجعت انا لايام لبنان شايفين. بس هلا هون المنقوشة شايفين رقيقة، يعني العجين ما بيزعج، العجين ما بيزعج ابدا. اسمه شارع منقوشه، هيك مسميها انه هو اسمه شارع منقوشه. والله حلو الفيو اللي ورايا عن جد. شلون عمي هلكت وانت عامل هيك عم تطلع لفوق؟ ارحم حالك حبيبي. شريت شاي على الكنزه، مستحيل. طلع بحط المحرمة تحت الهاي مشان ما تطير، كل شوي بحطها تحت بعمل هيك. بس ما مبخوشة دقني يعني من هون عم تنزل الهاي، عم تطيروا المحارم في هوايات حلوة. عمي المسكين أكل يعني وحدة ما كمل، رجع لي حط لي قطعتين قدامي. شوفوا على كل خشبة في من شيء، واحدة تنتين ثلاثة أربعة، كلهم أكلتهم لأني مقهور، لأني زعلان، لأني ننوش ما معي. أنا بس أزعل بأكل بصراحة، بس ما تهنيت عمي.
حسيتها هيك كل لقمة الزور عم تنزل. خلاص كانت كانوا لقمة كتير صغار لأنه ايش اسمه مشان أحسن أبلع لأنه بنتك ماي معي. عوافي قلبك. بس ليش ما أكل؟ ما أكلت عمي ألف صحة وغنى. يي نسيت أطعميكم أنا جيت أشربكم شاي نسيت أطعميكم. ما طل شي تشربوا شاي معلي شي إيشو شاي ليبتون؟ عم بقول ليش ما له طعمه. ايوه لقيت الأخبار جاية هيك على